السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في القناه ديالي روعه بيوتي. كما كتعرفوا شحال من وحده فينا كتعاني من ضيق الوقت باش تغسل شعرها الا جات شي حاجه على غفله. فيديو اليوم غيكون على طريقه غادي تربحوا بها الوقت وتعاونكم باش تعتقوا الموقف في الوقت المناسب. كيف كتشوفوا شعري ما غسلتوش، فبلاص انني ندوز بزاف تاع الوقت ما بين الغسيل ونشف شعري ونسرحه غنكتفي فقط باستعمال شامبوان سيك اللي هو باتيست. بالاستعمال نحركوه مزيان وعلى مسافه 30 سنتيمتر تقريبا نرش المنتوج على فروه الراس كيف ما كتشاهدوا معايا. من الاحسن انكم تستعملوه في منطقه تكون مهويه. ثاني حاجه هو تدليك فروه الراس باش هكا الشامبوان يمتص الدهون. طريقه الاستعمال مهمه جدا للحصول على النتيجه المرغوب فيها. ثالث حاجه هو تمشيط الشعر، خذوا وقتكم الكافي حيت هذه المرحله مهمه باش تحيدوا البقايا ديال البودره البيضاء. شعري خدا شويه ديال الفوليوم وهنا غادي نوريكم شيطه سهله كانت عجباتكم وطلبتوها مني. كيف كتشوفوا غادي ناخذ هذا الجزء من شعري. غادي نشدو هكا بلاستيك وغادي نحاول انني ندير واحد السفنجه، يعني ماشي بالضروره خصها تكون مقاده وبيرفكت، غتبقاو غير هكا كتلعبوا بها بشويه ومن بعد غادي تثبتوها بمقيبطات. كنتمنى البنات نكون عاونتكم باش تربحوا وقت اكثر لا في غسيل الشعر ولا في المشيطه. ما تنساوش انكم تابعوني على كاع لي ريزو سوسيو ديالي، تخليو لي كومونتير ديالكم لتحت. السلام عليكم.